فتحي قنديل عضو مجلس النواب، ناجي حمادي محافظة قنيه عضو عن حزب مستقبل وطن بنظام القائمة، قائمة شمال وجنوب ووسط الصعيد الجيزي. والله هو أهم التطلعات اللي لنا في الدورة دي إن شاء الله وأهم أهدافنا. طبعا اللجان الأول أنا يعني بإذن الله اللجنتين اللي بدخلهم على طول لجنة الشباب والرياضة ولجنة الزراعة، وبإذن الله أهم التطلعات لنا في هذه الدورة دي هي مشكلة البطالة. والحاجة الثانية برضو أنه لازم القوانين اللي اتعملت في غيبة من المجلس لازم نعدلها كلها، وهي قانون التصالح البناء. التصالح البناء ده لازم يتعدل في هذا الدورة دي. والحاجة الثانية برضو سعادتك أنه في بعض الدوائر الخاصة زي مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب دي والصحة دي أهم حاجة، وعندنا مستشفى ناجي حمادي العام دي ليها 4 أو 5 سنين حصل فيها إحلال وتجديد وقاعدة على كده، فدي من أهم أولوياتي مستشفى ناجي حمادي ورفع سعر طن قصب السكر.